عليكم. انا وحده من المتضررين بسيتين بوسكوره. جينا حنا اليوم هنا للرباط على ود طرقنا كاع البيبان في كازا، سالينا كل شيء، كل حتى شي حد ما دار معنا شي حل، كاع المسؤولين مشينا عندهم، حتى العامل الباشا ديال بوسكوره، اي واحد عنده علاقه بالقانون والمساطر القانونيه ديال كازا حنا درناهم. ما وصلنا لتا شي نتيجه، فقررنا حنا نجيو للرباط ندقوا باب النيابه العامه، ربما نلقاو لينا حل مع داك المنهش اللي انا تنسميه ماشي منعش، اللي دا لينا رزقنا. الديور اللي بيع لينا ما عندهم حتى شي علاقه بداك الشيء اللي وراونا النهار الاول، نصب واحتيال ديور ما عندهم حتى، هو اقتصادي وحنا شاريين ماشي مليون 38 مليون، وزيد خلص في خيط الدوسي اللي هي ما كايناش قانونيه. عاطين الفلوس كاش تحسبات نوار، انا ما عطيش نوار، انا ما نسرقش بلادي من نعطي النوار، حتى كيقول لي عطيت عاطيه النوار، انا النيه ديالي ما عطيتوش نوار. تعرضنا للضرب، جابوا لينا الكلاب ضربونا، اي حاجه تقدر تطيح ليك على بالك وما تطيحش على بالك تعرضنا لها من هذا السيد. حنا دابا كناشدوا السلطات هنا في الرباط يديروا لينا شي حل، بغينا ناخذوها. الناس ماتوا، ناس طلقوا، ناس كيعيشوا مشاكل، كل شيء. هاد الناس كاملين حنا راه جروب ديال 70 واحد، كل واحد عنده مشكل من نوع خاص، كل واحد اشنو غادي يعاود لك مشكل. اللي طلق، اللي مات، اللي كنعيشوا بالاعصاب، كنعيشوا غير بالدوايات. حنا تدمرنا، حنا جينا كنطلبوا ربما هذا الرباط يديروا معنا شي حل. حنا جينا قصدنا الباب النيابه العامه، بغينا نمشيو، بغينا سيدنا يدير لنا حل في هذا النصب والاحتيال اللي تعرضنا ليه. هذا الشيء اللي كاين. انا وحده من المتضررين ديال البساتين بسكوره. انا دافعه عليهم من 2015، من 2015 حنا دافعين، كل 6 شهور كيلوحونا 6 شهور اخرى. تخيل من 2015 لدابا المعاناه معاهم، مكرفسين، عطينا فلوسنا، دابا بغينا غير فلوسنا، يرجعوا لنا فلوسنا، ما كنلقاولش اللي تصنت لينا، ما كنلقاوش اللي يهضر معانا، زادونا بزاف ديال الفلوس. جينا حتى للخلاص عيطوا عنا باش نخلصوا، اللي داروا معنا نهار الاول عاد زائد 10000 درهم ديال الفخ ديال الدوسي. هادشي اللي كيديروا فيه هاد الناس راه ماشي قانوني، خاصهم يعطيونا بالثمن باش شرينا نهار الاول، ماشي حتى جاوا بغاو يديروا التسليم عاد بداو زيدونا الفلوس، زيدونا لي فخ الدوسي. هادشي ماشي في الاستطاعه ديالنا. وحتى الدار اللي كيقول لك هادي راه الدار اللي كاتبينها لك في الكونترا ديالك، ملي كتمشي ما كتلقاش هذيك هي الدار. دابا تيقول لك حنا خايدين في المويان ستوندين، تيقول لك لا غادي تاخدي في الاقتصاد. هاد الناس ما دايرين شي حاجه اللي قانونيه، يعني داكشي اللي عندنا في الكونترا ماشي هو اللي عندهم هما، والفلوس اللي طالبين منا في الاول ماشي هي اللي تيطلبوا منا، تيطلبوا منا دابا. حنا كناشدوا السلطات يوقفوا معنا، حنا باغيين غير رزقنا، ما بغينا حتى شي حاجه. شكرا. اول حاجه كنشكركم على الاستماع ديالكم دائما للقضيه ديالنا. حنا اليوم في واحد الاطار ديال يعني سلسله اخرى من سلسلات يعني البحث ديالنا على حل لهذا المشكل اللي دام اكثر من 6 سنين. من بعد ما ياسنا من المفاوضات مع المنعش هذا باش يلقى معنا حل، ما هما بغاو يكملوا معنا البيع والشراء بالشروط اللي اتفقنا عليهم النهار الاول، ما بغاوش يردوا لينا فلوسنا. المهم حتى حل ما بغاو يديروه معنا مورا سنين ديال التماطل وهذا، وحنا حنا باقيين غاديين في التماطل يومنا هذا. لجأنا للسلطات باش يساندونا. الاسبوع اللي فات كنا مشينا لتوجهنا العمله ديال بوسكوره، جلسنا مع السيد الباشا ديال بوسكوره، وعدنا بان النقاش غادي يتحل تحت المظله ديالهم، ولكن وعود عاوتاني واهيه. جينا الاسبوع المقبل في الموعد، الباشا ما كاينش، الممثل ديال الشركه ما كاينش. المهم كيبين لك على ان هادشي يعني الحوارات هادو ما كيديو حتى نتيجه في الاخر كما عهدنا معاهم. اليوم راه حنا توجهنا للرباط، يعني كنناشدوا المؤسسات القانونيه بالرباط. حنا دابا امام رئاسه النيابه العامه، الناس ديالنا راه حطينا الشكايه ديالنا، ومشكورين راهم تواصلوا معنا وخداو. يعني كاينين الناس كيمثلونا دابا راه تيتحدثوا معاهم، تيشرحوا لهم المشكل باش يعرفوا يعني الحيتيات ديال هذا المشكل ديالنا اللي ولا معروف عند الاغلبيه، ولكن باش يكون داكشي في اطار قانوني. حنا راه تنتسناو يعني
كنتمنوا ان يكون شي نتيجه ايجابيه ويكون شويه الضغط ونقدروا يعني نلقاو حل نهائي لهذا المشكل، لاننا عينا صراحه بزاف ديال الجرجير معاهم، بزاف ديال التكرفيس، يعني فضيحه اخرى من فضائح ديال العقار المغرب اللي تطلينا بهذا المشاكل ديال العقار، وبالضبط يعني في الدار البيضاء هذا الشيء راه ولا يعني شي حاجه اللي ما كيتقبلهاش العقل، وشي حاجه اللي لا يسكت عنها. خصنا نلقاو حل، خص القوانين باش تطبق، خص يكون زجر للناس اللي كيلعبوا بالعقار، والناس اللي كيلعبوا بالاقتصاد ديال البلاد، والناس اللي كيلعبوا بالحياه ديال هاد الضحايا هادو، هاد الاسر هادو اللي كاملين يعني حياتهم توقفات وحياتهم دمرات بسبب هاد المنعش هذا اللي ما هو غادي غير في الطمع، ما هو يعني ما ماشي تقول زعما كان عنده مشاكل، المشاكل كانوا مشاكل وكان روطار، وملي فات هذاك الروطار رجعنا لروطارات اخرى، رجعنا يعني لواحد شروط تعسفيه اخرى ديالهم، باغيين يزيدوا علينا في الاثمنه، باغيين يبدلوا لنا الشروط ديالنا، باغيين يعني ما كيعطيك حتى حل، كيسد عليك جميع بيبان ديال الحوار. نتمنوا اليوم هذه الخطوه هذه تكون بادره طيبه، ويكون من موراها يعني شي مسانده من عند الدوله، من عند الاطر ديال الدوله، حنا كناجدوها.